الرجال في السجن والنساء في إذا بقي النساء في البيت يأتي الصينيين ويسكن في هذا البيت ويعمل ما يشاء. هناك بنت عمرها 14 سنة حكمت عليها 14 سنة سجن سبب أن في هاتفها صورة لبنت تدعو بس هذا هو جرمها. أي موظف حكومي إذا لم يشرب خمر مثلا أو لم يأكل مع الصينيين كان هذا الموظف يتهم يعني على أن عنده دين أو يتدين يعني. الناس أصبحوا لا يدخلون إلى المساجد لأن الدخول إلى المساجد يعني من علامة التطرف ويكلفك الاعتقال أخذت من قريتنا كل نساء اللائي لديهن قابل الإنجاب إلى العيادة وأجريت عليهن عملية كان لا يسمح لنا بالكلام أول شيء يعني ممنوع أن نتكلم يعني نحن يسمونا سجناء سياسيين نحن في هذا الوقت ما كنا نعرف ما هو سياسة يعني. وتعذيب نفسي وحرموني من النوم 10 أيام وكل يوم يضربوني بالعصا غليظة يعترف أنك إرهابي يعترف أنك وحاليا يعني والنقد الذاتي يقول يأتينا بالورق والقلم يقول لازم تعترف أنك ارتكبت جرما ما النقد الذاتي يقول أنا كنت أصلي وكان هذا خطأ كنت أؤمن بالله كان هذا خرافة أولا النقد الذاتي ثانيا يجبرنا أن نحفظ أشعار تمدح حزب الشيوعي مثلا يعني كأن حزب الشيوعي يرزقنا يعني كأنه إله يعني يجبرنا على هذا والمحلات بالنسبة للمحلات